سنقدمه، ولكن نسعى أيضا بجانب مين؟ مساء الخير. أهلا. احنا عايزين نتكلم نبقى. كويس انك هتتنازل وتتكلم معايا. تشرب بيرة ولا ويسكي؟ لا متشكر. اولا انا جاي اعتذرك على اللي حصل مني. انا اللي عايز اعتذر لك. لا معلش احنا الاتنين اعصابنا بيضاء. حقك عليا. انا اللي فاجئتك. ندى انا بعترف بمنوتي للطفل. يا حبيبي يا صلاح. وده عقد جواز عرفي جابه من عند المحامي مستوفي كل البيانات. عايزك تمضي عليه. كنت متأكدة انك انت انسان شريف. ايه ده؟ ورقة طلاق؟ اه ورقة طلاق. هتمضيها مع ورقة الجواز عشان نخلص بقى من الموضوع ده نهائي. انا مش همضي الورقة دي. سبحان الله. مش ده اللي كنت عايزاه؟ عايزة ايه؟ عايزاك تتجوزني عشان تخرج من حياتي. انا عايز احمي نفسي وبيتي. تحمي نفسك من ايه؟ بطل اسلوب الكلام الحقير اللي انت بتتكلم بيه. انا ما بشحتش اقعد بلابني ولا عايزاك تتجوزني بالعافيه. بس انت نسيت حاجه مهمه قوي، ان في حته منك بتكبر جوايا كل يوم. بحس بيك وبلمسك وبشم ريحتك. انت نسيت ان احنا بنحب بعض. ده مش حب، ده مرض، جنون. ليه؟ عشان مش عايزاك تعملني كاني واحده من الياهم تستعملها مره ولا اتنين وترميها في الزباله. اسمع، انا هكون ام ابنك ولازم تحترمني. في ست تانية في حياتك. في ست تانية في حياتك صح؟ في ست غيري صح؟ في واحدة تانية. هقول لمراتك. لو قلت لمراتي انا هقتلك. لو هقلت ناحية بيتي يا نانتي يا بنت.